أحسن الله إليكم. هذا السائل من حائل حاء قادان يقول: أرجو بيان حكم البسملة والاستعاذة عند بدء السورة. البسملة والاستعاذة عند بدء السور مستحبان ولا يجب، لا تجب البسملة أو الاستعاذة، وإنما هذا من باب الاستحباب. قوله تعالى لقوله: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأن البسملة وردت أو نزلت من عند الله عز وجل، نزلت من عند الله عز وجل لافتتاح السور، وهي آية من القرآن، آية مستقلة ليست من سورة معينة، وإنما نزلت للفصل بين السور سوى براءة والأنفال، وهي بعض آية من سورة النمل، قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من سورة النمل. وأما في غير هذا الموضع فإنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها. نعم.